ديت ما بترونش الا على ابن الحرام. راجل غالي وقد الدنيا، راجل محترم وعشرة عمر بقالنا يعني خشانة على 40 سنة. ربنا يبارك لك. اه وعمره ما زعلني نوبة ولا قال لي كلمة وحشة نوبة ولا وهناني، وشاف يعني شفت الهناوة اللي ما كانتش عند ابوه. هو برضه لما بيكون انا في مثلا مبيع السمك وفي حاجة هتتعمل يعملها لي على ما اجي معمولة. اتفضل يا حبيب قلبي. ماشي كريم. حول بتاع الدقة يلا اعملها، والليمون والبتاع الخضرة دي. العمر اللي احنا عشناه مع الست ام عبده ده كان حاجة يعني بصراحة بحسدي عليه. يعني انت كده بيني وبينك قاعد كده، انت لو تعبت ولا حاجة مش هتفكر تقول اتجوز اعمل يعني ولا حاجة؟ لا 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 لا. عشرة العمر جامدة. كان عندي ست ام عبده دي حاجة كبيرة، حاجة كبيرة قوي. اللهم صل على النبي. لا جواز لا. طبعا الشغل هي كل حياتي، فانا ابويا قال لي حكمة، قال لي طبعا وانت بتشتغل لازم تتعلم، والتعليم حاجة مفيدة ليك هتفيدك فيما بعد مع الشغل. طبعا مش مثلا ان انا اسيب ده نقص ده، لا لازم الميزان يبقى تمام. ما ينفعش ان انت تزود حاجة وتنقص حاجة، لازم الاتنين يبقوا موجودين مع بعض. اقول لوالدي، والدي وحبيبي وعزيزي وكل حاجة في حياتي، اشكره على كل اللي عمله معانا، كل حاجة علمني ازاي اعمل الشغل ده، بغض النظر ان الصنعة هي اساس الحياة، ان انا لو اشتغلت برة يعني في شركة او حاجة ممكن لا قدر الله يحصل ضرب ولا حاجة برة الشركة، لكن انا دلوقتي بايدي صنعة. وزمان قال لي معلومة حلوة قوي قوي، او قال لي حكمة جميلة قوي، انت عكازي، لو العكاز ده اتلخلخ يبقى انتوا فيكوا حاجه. بس فانا مش قادر يعني اوصف لك اقول له ايه ولا اعيد له ايه، لو كل حاجه في الدنيا قلتها له مش هدي له حقه. هو جوزك بقى اللي بيعمل لك بقى الاكل والشرب وكل حاجه؟ هو اللي شايلني والله، ما بيخليش اعمل حاجه خالص. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كبير ولا صغير يا باشا؟ يعني وصل. الراجل يعني المفروض يعني لما الست بتاعته بتتعب يقف جنبها زي ما هي بتقف جنبه، وهم الاثنين يعتبروا قلبهم على قلب بعض، هم الاثنين واحد يعني، ما فيش فرق بين ده وده. هي تعبت انا لازم اقف جنبها، لازم انا ما اسيبهاش اساسا يعني، لازم اقف جنبها واساعدها، لان انا برضه ساعات بتعب وهي بتقف جنبي وبتساعدني، فاحنا الاثنين واحد بنكمل بعضينا. هي تعبت انا لازم اقف جنبها. في علاجي هو اللي بيديني الدواء، وهو اللي بينظمني العلاج يعني، بيدوني بنظام، وهو اللي بيعمل لي الاكل والشوربه، ما بيخلينيش اعمل اي حاجه خالص. الخلفه دي ربنا ما رزقناش بحاجه، بس طبعا اهم حاجه اللي هو عطانا اللي احنا قلبنا حنين على بعضينا، كملها بالخلفه يعني. الخلفه مش يعني ربنا ما اكرمناش بيها، بس هي يعني عطانا ان هي قلبي وقلبها على بعضينا. وبعدين الرجوله مش معنى ان انا امر وانهي، لا الرجوله لازم اكون عارف انا عليا ايه وامتى، وده الوقت اللي عليا فيه، ده الوقت اللي انا لازم اقف فيه، وهو ده الوقت بتاعي، الدور بتاعي. هي ليها دور ولا دور؟ ده الدور بتاعي الوقت في التعب اللي انا فيه دلوقتي. انا عرفت ان انا غاليه عنده قد ايه، والعشره ما بتقولش الا على ولد الحرام. اقول للبابا اقول له شكرا جدا اللي حضرتك خلتني اروح في الهوايه اللي انا كان نفسي فيها من زمان. شكرا يا بابا. وانا وانت اخوات ومش عاوزين نزعل. انا غلطان لك من الاول للاخر، واللي انت هتؤمر بيه انا هنفذه. والحاجه غاليه بقى جايتها عندي هنا بالدنيا هو الاستاذ عصمت، واحنا هنعمل كل اللي في نفسك فيه كلها، وهنريحك ولادك ولادي ولادي ولادك. انت اخويا فهمي ومش هستغنى عنك، وانا ما بستغناش عنك خالص. الله يبارك لك يا عم حنفي في الكلام الحلو بتاعك ده. ايوه حاج حنفي، حقك عليا بقى يا اخي، دماغك اهي وحقك عليا. شريف عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. يا اهلا يا اهلا. يعني انت دايما كده فيك الخير، تسال على الحاضر وعلى الغايب.
وهو في عندنا في الدنيا دي كلها غير كده التواصل والتواد والكده، ما فيش عندنا غير هي دي والله يا ست غالية. ربنا يديم المحبة يا رب. آمين يا رب جميعا، تحياتي للجميع، الله يبارك فيك. وأتمنى إن شاء الله لمصر وشعب مصر كده الرفاهية والأمن إن شاء الله بإذن الله. يا رب دعواتك لينا، دعواتك الحلوة هي إن شاء الله عدنا. لا خلاص إن شاء الله حترجع مصر أحسن من الأول، مش زي الأول، أحسن من الأول بإذن الله.